ما بتتذكر أصدقائك؟ أنا ما عندي أصدقاء. مراد على مدار صديقك وكمان ميماتي باش صديقك. لا هدول بدهم يقتلوني. عبد الحي شو عم تعملوا هون؟ ميماتي في حدا برا، خذوا حذركن وخليكن مثل ما انتو لبين ما ارجع. ميماتي ما كان بدي اياك تعرف بهالطريقة، وانا ما كنت بدي اتعامل معاملة الخاين معلم. لا يا ميماتي مو هيك القصة، بس لو ما عملت اللي عملته ما كان في حدا منا رح يطلع عايش من المشفى. هلا انا اذا عرفت بيقولوا عبد الحي عايش وهي لعبة، ما لما ما خبرتكم طلعت القصة مقنعة أكتر. عابد بيعرف معلم، والدكتورة بتعرف، مين غيرهم؟ تركي بيعرف، بس هدول ما حدا بيطلع بوشهم، ما حدا بيطلع على ردة فعلهم. يا ميماتي كنت قلي أنا بعطيك ردة فعل مناسبة، كنت بتقوص إيدك لو عرفان. عند اللزوم بقوص حتى راسي. إمتى أنا هربت من الموت؟ ميماتي ماشي معك حق تعصب، بس بهي الخطة يلي عملتها بدنا نكمشهم واحد ورا التاني. عملت خطة لكل شي ما هيك معلم؟ ايه عملت، ومعناتها انت عملت خطة إلي وقت بدي اعرف عبد الحي عايش. ميماتي تصرفك صاير عاطفي. شو متوقع مني اتصرف؟ قوصت اقرب صديق إلي ودفنته بإيدي، ولأنك بحاجة لردة فعل صار لي كم يوم عم اتألم معلم. شلون بتصرف؟ مو الأهم إنه عبد الحي يضل عايش؟ عم تحكي عن ألم ثلاث أيام، شلون لو عشت عمرك كله مع هالألم؟ عم تحكي مزبوط، أحسن لي عيش طول عمري أهبل. ميماتي أعدائنا صاروا هون بالغابة، ليش أنا عايش ما جواتي شي كتير؟ خليهم يذبحوني معلم، بدل ما اتصرف على اساس انه عبد الحي مات خلي ميماتي يموت. ميماتي انت شو عم تعمل؟ لازم نلاقي لهم حل لهدول. انت بتدبرها معلم. وشو يعني هالحكي بقى؟ معناتها انا ما عاد موجود.
يا عبد الحي أنا آسف إني أوسطك. شو عم تعمل شريك؟ عم كفر عن ذنوبي. ميماتي لا تخبص. مثل ما تاب المعلم أنا كمان بدي توب. وما بقى بحياتي بلمس سلاح بيدي. ميماتي لك قلي انت شو اهبل ولا مجنون ولا مرضان؟ انت شو يا زلمي؟ قتلت اللي بنادي اخي وبدي افدي بروحي. شو بتعمل لو مو قاتله؟ كأنك قوصته مزاج. يلا يلا قوم. لك يلا قوم من هون، خلينا نروح على المشفى.